شوف كنشكركم على هذه المناسبة الكريمة اللي حقنا في هذه الجمعية ديال جمعية الفجر ديال الكهربائيين ديال البنايات ديال مدينة قنيطرة، وكنت ان شاء الله بمجهود كبير ديال الناس المسؤولين وديال الناس هذا اللي كنشكرهم على هذا الالتفاف ديالهم والاعانه ديالهم المعنويه، وان شاء الله كنتمنوا الخير يكون الخير في هذه الجمعيه هذه ديال جمعيه الفجر اللي هي اللي غتسوي الوضعيه ديال الكهربائيين ديال مدينه قنيطره، وغادي تسوي حتى الوضعيه ديال الناس اللي باغيين يبنيوا الديور ديالهم او بغاو يبنيوا العمارات ديالهم. وان شاء الله بحول الله كنتمنوا بمجهودات جباره ديال الاداره ديال الغرفه ديال الصناعه التقليديه حتى هما ان شاء الله غادي يعاونونا وغادي يكونوا معنا ان شاء الله في هذا التسميت عليه، وتمنوا الخير ان شاء الله لهذه الجمعيه هذه اللي كنتمنوا المستقبل ديال الحرفيين اللي يدخلوا براسهم عالي للخدمه ويخرجوا براسهم عالي من الخدمه ويكون عندهم واحد الحقوق حتى هي اللي كتسوي الوضعيه ديالهم ان شاء الله بحول الله. رابط على لينا في الصناعه التقليديه احنا كنمثلوا هاد الصناعة التقليدية بصفة عامة كالبنايات كالنجارة كالحدادة كالليطوريين الميكانيسيان الخياطة كنمثلوهم، وحنا كنشرفوا هاد السيد هذا اللي داير هاد الجمعية باش يحاميو على روسهم، لأن راه لا ما كانش الأمين راه ما كانش النزاعات، لأن كيوقعوا نزاعات واحد عدد النزاعات اللي كيوقعوا لأن الأمين هو اللي كيفرق ما بين هاد النزاعات. حنا كنشكروا هاد الإخوان اللي جمعوا هاد السيد هذا باش يدير هاد الجمعية ديالو ويطرق لهذه الجمعيه هذه بصفه عامه لجامع الحرفيين، ما يقولش غير الكهرباء ديال البناء، تا كاين الكهرباء كاين الناس مثلا الميكانيسيانات كاين الطوليات، لان هو كجمعيه باش ندافعوا على الحقوق ديالنا، لان احنا دابا منفردين ما عندناش المقرات ديالنا ديال الصناعه التقليديه، ما عندنا لا سكان لا والو، احنا دابا اللي هنا اللي كنمثلوا هذه الشريحه ديال الاقتصاد ديال البلاد، لان ما كاينش الناس هاد الناس ديال الصناعه التقليديه بحال الخياط بحال النجار بحال الحداد، هو اللي كيشير من عندك السيد اللي عنده السلعه كثيره، لان احنا اللي كناخذوا الفورنيتور ماشي هذاك الاخر كياخذ الاقتصاد، وحنا كناخذوا منه احنا اللي كنديروا الاقتصاد ديال البنات. وحنا كنشكركم وعاش الملك وعاش الفريق ديالنا الوطني.